السادة الحضور الأعزاء، أهداني الأستاذ أيمن الحكيم كتابه الجميل منذ يومين فقط، وقد استطعت بحمد الله أن أقرأه لكي أكتشف أن هذا الكتاب يحتاج إلى دراسة وليس إلى قراءة. ومع ذلك فقد حاولت أن أكتب بضع جمل أعتذر إليكم أنها لا ترقى إلى مستوى هذا الكتاب الجميل، ولكن فلنقل إنها تسويدة لشيء ما سأكتبه فيما بعد. الفن الحرام، تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين. عندما قرأت عنوان الكتاب هتفت: الله، هذا وقته، برافو عليك يا أيمن. قرأته حتى منتصف في ليلة كاملة، ثم اعتذرت عن بعض محاضراتي في أكاديمية الفنون لكي أقرأ نصفه الثاني في اليوم الثاني، وعندما أنهيت قراءته هتفت: الله الله، جزاك الله خيرا يا أيمن، لقد جعلت من التاريخ شاهدا بين المبدعين والسلفيين، ثم نصبته حكما بين الحق والخير والجمال من جهة، وبين الظلام والجهل والتخلف من جهة أخرى. يمتاز قلم أيمن بميزتين أساسيتين هما البساطة والرشاقة، فهو يختار مفردات بسيطة واضحة تصل دلالاتها ومعانيها مباشرة إلى العقل، ثم هو يصيغ جمله وعباراته في رشاقة وأناقة، فكأنها تتقافز في إيقاعات كثيرة، دافئة أحيانا، متوترة أحيانا أخرى، محرضة أحيانا ثالثة. ومحصرة نسيجه اللغوي في النهاية أشبه ما يكون بقصيدة رقيقة كتبها شاعر قلبه شجن وعقله محمل بهموم مصر. مادته العلمية غزيرة وافية، ولا بد أنه بذل كثيرا من الجهد والوقت للحصول على كل هذه المراجع التي عاد إليها. احنا معانا كتاب مهم للغاية، مشروع دار كتابات. الكتاب ده اسمه الفن الحرام. الكتاب ده عامله او مؤلفه كاتب وصحفي من الكتاب الدؤوبين جدا، الاستاذ ايمن الحكيم. الكتاب ده هو في نفسه جدل، وكل فصل فيه جدل. احنا كنا متوقعين ان الرابع هتدينا قاعه ثانيه، لكن هم اهتموا بموضوع اخر عن الموضوع ده. باختصار انا معايا كوكبه من المتحدثين المتميزين، تاريخ كبير جدا في فن الاخراج المسرحي والتاليف والروائي والبحث السينمائي في البلد الشرقاوي، فنان كبير بنحييه. ومعانا كاتب السيناريو والكاتب والمفكر استاذ عاطف الشاي، نحييه. ومعانا مؤلف الكتاب البطل او الجريء الشجاع الاستاذ ايمن